فاز منتخب العراق العسكري لكرة القدم على المنتخب الأردني العسكري بخمسة أهداف مقابل لا شيء. جزاء ملعوبة. مجيد عبد الرضا يسجل الهدف الأول. ضربة زاوية لصالح الفريق العراقي. تلعب ضربة الزاوية وضربة جزاء. يتقدم كريم يتقدم ويسجل الهدف الثاني لصالح الفريق العراقي. ممتازة وجدي. وجدي هي كرة ناجحة. ممتازة وجدي. جلال يرفع عالية على الجزاء. كريم. كريم قدم من ضربة رأس جميلة يسجل الهدف الثالث لصالح الفريق العراقي. ومحمد عبد المحسن. وكرة. الهدف الرابع لكريم صدام. كرة تتهيأ على الوسط. منقولة من علي صغير للجهة الثانية. وضربة قوية. خليل محمد علاوي ضربة بأعلى الزاوية يسجل منها الهدف الخامس لصالح الفريق.